Le diamant, l'Hermès. Couleur. L'alouane, l'accessibilité, يكون فيها الألماس الطبيعي. هناك un color, أو un coloré, عديم اللون. وهذا هو اللون الأساسي بالنسبة للألماس. وهو اللون الشائع. حتى أن بعض الناس إذا يعتقدون أن الألماس يكون دائما عديم اللون. لكن الألماس قد يأخذ ألوان أخرى جون الأصفر برون البني فير الأخضر بلو الأزرق وغوز والأسود. ما هو الألماس الأسود؟ الألماس الأسود هو عبارة عن حجر ألماس فيه شوائب كثيرة جدا ملتصق بعضها ببعض بحيث أننا نرى تلك الشوائب تسود على لون الألماس الطبيعي فنرى أسود. إذن هو عبارة عن مجموعة من الشوائب ولهذا يعتبر الأقل نوعية والأقل جودة والأرخص ثمنا بين جميع أنواع الألماس. الألماس الملون سنرى فيما بعد في الدروس المقبلة. لهذا أنصحكم بالاشتراك في هذه القناة حتى تتابعوا معنا الجديد فيما يخص الألماس. سنرى ما يسمى بالألفانسي دايموند وهو نوع من الألماس الملون ذي شروط معينة لكي يعتبر ألفانسي دايموند. ألفانسي دايموند هو الأغلى ثمنا على الإطلاق. كاسيو. إذا بالنسبة للكاسور أو الانكسار قبل ذلك لا جختي صلابة الألماس تعتبر هي الأعلى بين جميع المعادن حيث يصنف على الرقم 10 في سلم ماوس أو موس لصلابة المعادن. لدوسيتي أو الكثافة النوعية للألماس تتراوح ما بين 3.50 و 3.53 طبيعة الحال تختلف بين هذا وذاك 53 3.50 و 3.53 على حسب نوعية الشوائب. الكليفاج أو الانفصام بارفي مثالي. ما معنى الانفصام مثالي وما هو الانفصام؟ الانفصام أو الكليفاج هو مستويات ترابي المجهر داخل الألماس بحيث تكون الألماس يكون فيه ضعف أو المعدن يكون ضعيف حيث إذا قمنا بطرقه في على مستويات الانفصام ينفصل أو ينقسم. وطبعا انقسام الألماس أو انقسام أي معدن إذا كان الطرق متكرر قد يؤدي به إلى الانقسام وقد يؤدي به إلى التفتت. وهذا التفتت يعطينا بلورات صغيرة وهذه البيلاورات تعتبر البيلاورات أو وحدة الخلية التي تتكون منها. فلو ما افترضنا أن البيلاورة التي بصدد دراستها أو قسمها كانت 8 أوجه أو ما يسمى بالأوكتايدغ باللغة الفرنسية فالبيلاورات الصغيرة التي ستنتج معنا على البيلاورة كبيرة ستسمى الأوكتايدغ. هنا لا بد الإشارة إلى شيء مهم جدا سنرجع له فيما بعد وهو الفرق بين المعدن والبلورة.
التليفون. هنا لدينا مجموعة من المعادن، وهنا لدينا مجموعة من بلورات الكوارتز. الفرق هو كل بلورة فهي عبارة عن معدن، لكن ليس كل معدن عبارة عن بلورة. إذا شاهدنا مثلا هذا المعدن نلاحظ أنه ليس له شكل هندسي خارجي واضح، إذا عبارة عن معادن لكن لديها أشكال هندسية كيف؟ عشوائية، شكل هندسي عشوائي. لكن مخالف خلاف ذلك هذا المعدن لديه شكل هندسي واضح سداسي الأوجه بلورة المرو أو الكوارتز. إذا كل معدن لديه شكل هندسي واضح وأوجه واضحة يسمى بلورة. كل معدن ليس لديه شكل هندسي واضح يسمى معدن ولا يطلق عليه مسمى البلورة. فالبلورات عبارة عن معادن وليست كل المعادن عبارة عن بلورات. سنتطرق لهذا في الدروس المقبلة إن شاء الله. إذا بالنسبة لي كريستو النظام البلوري للألماس، الألماس يتبلور على شاكلة مجموعة من الأنظمة البلورية. أساسا ثماني الأوجه أو يسمى بالفرنسية بالأكتايد. إذا الألماس إما يكون عن يتبلور على شكل النظام البلوري الأكتايد أو ثماني الأوجه. بطبيعة الحال ثماني الأوجه هو في حد ذاته قد نجده على عبارة عن أشكال متعددة، أو الكيوب المكعب أو يكون على شكل مكعب، أو دوديكايد والدوديكايد رومبو دويدو هو متعدد السطوح له 12 سطحا أو وجها، له 12 وجها أو سطحا، أو يكون عبارة عن ماكل. أو الماكل هو عبارة عن عمليات التلاصق باللورة، تتلاصق مجموعة من البلورات تكون ملتصقة. إذا هذا ما يخص النظام البلوري للألماس. Le diamant doit son nom à sa dureté. Du latin adamas, indomptable. إذن كلمة ألماس مشتقة من الكلمة اليونانية أداماس، وهي تعني أنه صلب، لها معنى الصلابة الخارقة. Il n'existe effectivement aucun minéral d'une dureté approchant celle du diamant. إذن لا يوجد في الطبيعة أي معدن لديه نفس صلابة الألماس. سنأخذ مقارنة بين الألماس مثلا أو الذي يأتي إليه مباشرة وهو الياقوت أو معدن كورومبو أو حتى الزمرد الذي يأتي في المرتبة الثالثة على إشير موس أو على سلم موس. سنجد أن الألماس هو أصلب ب 140 مرة من الياقوت. إذن الألماس يبتعد ب 140 درجة عن الياقوت. La dureté du diamant varie selon ses différentes faces naturelles. إذن صلابة الألماس تختلف. تختلف صلابة الألماس من جهة لجهة، كما قلنا باللورة لديها مجموعة من الأوجه حسب الجهة أو جهة باللورة. Aussi est-il possible de le tailler avec de la poudre du diamant. إذا كما يقال لا يفل الفولاذ إلا الفولاذ، ولا يقطع الألماس إلا الألماس. إذا الألماس يقطع بالألماس، وكذلك هناك صحيح عمليات قطع الآن بالليزر، لكن حينما تحدث عن الطريقة الميكانيكية فالقطع الألماس يكون بالألماس وصقله يكون عبارة عن مسحوق الألماس الذي يتم نصنع به عجلات صقلة. هذا واحد
يخلع خجل يخ يخ ايش يخ يخ ايش ما فوز عمليات اذا عمليات الجرخ او عجلات الجرخ التي يتم صقل بها الالماس تصنع من مسحوق الالماس Le diamant étant parfaitement clivable, il est nécessaire de prendre garde au moment de le sortir. Donc, madame l'almas, mahdin, qabil l'infisam, bichekl kabir. Fayajibu l'hadar, fi amaliyat, amaliyat terkibi, dakhil al-mujawhara. هنا كنتي كتب الدرجة جوانا طبعا طبعا عندي كان هاد قدس تريد تاع فهمتيني لا كان هاد قدس شعر الدرجة صفا عطاس كتب تاع ما بيك قيمش يو يتم بخش من تنتمي هنا إلي شيميكمون أن أتاكابل لي تمبيراتور إلفي بروفوك سبوندون دي فيغور داتاك سور سي فاسيت إذا الحرارة المرتفعة قد تؤثر على الألماس وتشوهه إذا عملية عملية التلحيم التي نقوم بها في المجوهرات يجب الحذر كل الحذر من تعريض الألماس لدرجة حرارية عالية. Il faut donc en prendre grand soin au voisinage d'une soudure. On a découvert depuis les années 1930 qu'il existe différents types de diamants en se basant sur ces différentes propriétés. La science distingue aujourd'hui les types. حاليا تم اكتشاف منذ سنة 1983 أن الألماس ينقسم إلى مجموعة من الحالات ومجموعة من التراكيب سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله في هذه القناة. إذا تجاريا هذه الحالات أو هذه أنواع الألماس لا أهمية لها لكن من ناحية تجارية لكن لها أهمية في عملية الصقل من يقوم بها أو من يرغب في أن يقوم بعملية الصقل أو تركيبه يجب أن يعرف أنواع هذه الألماس من حيث الجودة ومن حيث التركيب كذلك تساعدنا في التمييز بين الألماس الصناعي والألماس الطبيعي. إذن ليكلا تيبيك دو ديامون التلألؤ والبريق المتميز للألماس. سي زوتر إيفي أوبتيك وخصائصه البصرية الأخرى سنتعرف عليها حينما نتحدث عن الخصائص البصرية للألماس. تجعل منه وكذلك نظرات الألماس وصلابته الشديدة تجعل منه يتربع على عرش الأحجار الكريمة ويستحق عن جدارة واستحقاق لقب ملك الأحجار الكريمة ويستعمل في المجوهرات منذ قرون